عند ابو سيف في ضيافه ابو سيف تيسير رشايده في منطقه سيل الفياض. هذه سيل حسبان. سيل حسبان عفوا. وهذا معكم مضيفنا ابو سيف. باسم الرشايده في الوطن العربي وباسم الرشايده في الاردن وفلسطين. ارحب فيكم اجمل ترحيب. واتمنى من الله عز وجل ان يجمع قبيله الرشايده على التوحيد وعلى مخافه الله وتقوى الله. واتمنى من ربي ان يجمعنا في كل شيوخ وجهاء وافراد قبائل الرشايده في اي مكان من الوطن العربي صبيان حبس. واحنا منهم ونفتخر في نسبنا واصلنا ونفتخر ان من قبيله الرشايده صبيان حبس. وهذه نخوتنا وهذه فزعتنا هي صبيان حبس. يشرفني ان اتشرف بضيافه اي رشيد من جميع دول الخليج، السودان، مصر. البيت هذا بيت تيسير رشايدة أبو سيف، يرحب في أي رشيد سواء قريب أو بعيد، فهو مرحب فيه في بيوت الرشايدة. وأنا باسمي وباسم الرشايدة أتمنى لشيوخنا وأصلنا وجهائنا كل خير والتقدم على جمع قبيلة الرشايدة. نحن في ضيافة تيسير الرشايد أبو سيف ومشهوره في المنطقة هنا، وفي توثيق لكتاب قبيلة الرشايدة والشام أو الشام وقبيلة الرشايدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، ونرجو الدعاء منكم. جزاكم الله خير.